السلام عليكم. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن وحدة الربط الحلقي اللي هي الرينج مين يونت، ودورها في شبكات التوزيع، واهميتها في المنظومة الكهربائية عندي او في اي مشروع. اولا، الهدف الرئيسي من وجود وحدات الربط الحلقي اللي هي الرينج مين يونت في الديستريبيوشن نتورك هو ربط المحطات الفرعية او المحولات مع بعضها في شكل لوب او حلقي، عشان يحافظ لي على استمرارية الخدمة اللي بتجيلي اللي هي التيار الكهربي في حالة خروج احد المصادر التغذية عن الخدمة بسبب سواء عطل او اعمال الصيانة. ثانيا، اقدر من خلال الرينج مين يونت ان انا اتحكم في فصل وتشغيل المحولات اللي عندي دي، سواء مانوال او عن طريق RTU اللي هو الموجودة في نظام الاسكادا. وكان قبل كده قابلتنا مشكلة ان احنا كنا في سيكشن من سكاشن السويتش جير حبينا نعمل فيها صيانة، وده حصل بالفعل في الموقع، وبالتالي اضطرينا نفصل سيكشن ونوصل السيكشن الثاني، وبالتالي اضمن استمرارية الخدمة اللي هي توصيل الكهرباء من الاتجاه الثاني عن طريق الرينج مين يونت. نيجي دلوقتي للرينج مين يونت اللي عندي دي، نوعها RM6، ودي من احدث انواع الرينج مين يونت الخاصة بشركة شنايدر، وبتتميز زي ما انتم شايفين بحجمها الصغير. بتحتوي الرينج مين يونت دي على تانك من الستانلس ستيل موجود جواه الاجزاء الاكتف اللي هي البسبارز اللي هي بتبقى موجود عليها الجهد ال 22 كيلو، ومعزوله بغاز الاس اف 6، عشان كده بنسميها جي اي اس اللي هي جاز انسوليتد سويتش جير. الار ام يو دي زي ما انتم شايفين بتتكون عندي من 3 خلايا: خليه دخول، وخليه خروج اللي على الشمال خالص، والخليه اللي في النص دي اللي هي بتروح على المحول اللي عندي. والخليه دي او الرينج مين يونت دي من اشهر انواع الرينج مين يونتس المنتشره في المشاريع، وبنسميها RMU 2+1، زي ما قلنا خليه دخول وخليه خروج اللي هي بتقفل اللوبه، بالاضافه لخليه المحول اللي هي بتروح تغذي الترانسفورمر اللي عندي. طبعا في انواع تانية كتير مختلفه منها بتختلف على حسب عدد الخلايا، في زي ما قلنا دي 2+1، في عندي رينج مين يونت 2+2 اللي هي دخول خروج وفي بتغذي محولين، وفي 3+1 اللي هي بيبقى داخل لها 3 مصادر من بره وخارج على محول، او 3+0. ده كله بيختلف على حسب طبيعه المشروع واهميه الرينج مين يونت دي في المنظومه اللي عندي، وعلى حسب طبعا طلبات العميل. هنشوف مع بعض دي الرسمه الفعليه هنا في مشروع عندي، او المشروع اللي احنا فيه اوريدي. ده كده المحطه الفرعيه اللي هي عندي اللي هي اسمها الاي اس 3، وعندي خارج منها من خليه من الخلايا السويتش جير رايح على اول رينج من يونت، وكل رينج بتدي للرينج اللي بعد كده لحد ما اجي عند اخر ار ام يو واطلع منها ارجع اخد خليه ثانيه من السويتش جير، وبالتالي زي ما انتم شايفين قفلنا اللوبه اللي بتغذي مجموعه الرينج مين يونت دي. وبالتالي لو انا عندي صيانه او شغل في السكشن ده بتاع السويتش جير اقدر افصله واضمن ان التغذيه تكون ماشيه عندي من الجنب الثاني او من السكشن الثاني، والعكس صحيح. لو حبيت اعمل صيانه او اي اعمال فصل هنا اقدر افصل الجزء ده، وبالتالي اضمن استمراريه الخدمه من الجنب اللي على اليمين ده. لو بصينا هنا، ده شكل الار ام يو من الداخل، عندي 2 دخول خروج اللي هو ده زي ما قلنا بتاعت اللوبه، وده كده الخليه اللي هي رايحه للمحول اللي عندي، ودي كده رسمه المحول. نرجع هنا للار ام يو اللي معانا، زي ما قلنا بتتكون من 3 خلايا، او الخليه على اليمين خالص دي خليه الدخول، واللي على الشمال خالص الخروج او العكس طبعا، ودي الخليه اللي في النص اللي بتروح للترانسفورمر، بتبقى طبعا واخده من سويتش جير او من رينج مين يونت قبليها، وكذلك اللي على الشمال بتبقى رايحه على السويتش جير اللي في المحطه الفرعيه، او بتروح على رينج مين يونت زي ما شفنا في الصوره اللي شفناها من شويه. لو بصينا هنا على كل خليه هنلاقيها مزوده بارثنج سويتش ولود بريك سويتش، ده كده مخرج او دخول اللود بريك سويتش اللي هي سكينه الفصل، وده الايرثنج سويتش. اللود بريك سويتش بيقتصر دوره بس على فصل الدخول والخروج الكابلات الجهد المتوسط اللي هي عندي عشان اعمل صيانه، وملوش اي دور في البروتكشن.
الايرثنج سويتش بيوصل لي اطراف الكابلات بالارضي، وبالتالي اضمن تفريغ الشحنات اللي هي موجوده على اطراف الكابلات دي عن طريق الارض. هنلاقي فيه طبعا عندي ميكانيكال انترلوك ما بين الايرثنج سويتش والايرثنج سويتش واللود بريك سويتش، بحيث اضمن ان الاثنين ما يبقوش شغالين في نفس الوقت عشان ما يحصلش شورت سيركت. يعني لو انا دلوقتي ده دلوقتي عندي اللود بريك سويتش اون، لو حبيت ادخل الايرثنج سويتش مش هعرف عشان عندي في لوك هنا مش هقدر ادخل الدراع هنا عشان اشغله، وبالتالي اضمن ان ما يحصلش عندي فولت او ان يحصل خطا بشري. نيجي على الخليه اللي عندنا دي اللي هي في النص زي ما قلنا، ونفس الكلام طبعا متكرر هنا على خليه الخروج الثانيه، برضو هنلاقي دي اللود بريك سويتش ودي الايرثنج سويتش وما بينهم ميكانيكال انترلوك. بعد كده هنيجي للخليه اللي هي الثالثه، وهي دي خليه اللي بتغذي المحول، بتوصل عليها محول خافض للجهد اللي هو بيحول ال 22 كيلو فولت ل 400 فولت، ودي زي ما انتم شايفين مزوده باللود بريك سويتش اللي هو ده وايرثنج سويتش برضو. وعندنا طبعا سيركت بريكر جوه هنا بلت ان في الخليه، وده المفتاح بتاعه، وزي ما قلنا طبعا نفس اللي بينطبق على اللود بريك سويتش او الايرثنج سويتش عشان الفصل اثناء عمليه الصيانه، وما بينهم برضو ميكانيكال انترلوك. عندي طبعا هنا السيركت بريكر موجود في خليه المحول بس عشان يحميني كحمايه للمحول، وزي ما قلنا برضو معاه ايرثنج سويتش عشان لو في حاله الصيانه. شركه شنايدر عملت حاجه جميله جدا، وهي احيانا ان العميل بيبقى محتاج يزود خليه او خليتين عشان يوصل عليها محول تاني او يربط عليها رينج مليونت بمصدر تاني، طبعا على حسب اهميه الاحمال اللي هي متصله على المحول ده. عشان كده ادى اوبشن بيبقى موجود في الرينج مليونت بناء على طلب العميل، وطبعا ده بيبقى بكوست زياده، وهو انه يقدر يزود خلايا. عشان كده عمل رينج مليونتس بثلاث انواع، وهي ان في رينج من يونت رايت اكستندبل، وهي ان اقدر ازود خليه ثانيه في الجنب اليمين هنا كده في الجنب، ان اقدر ازود خليه من هنا. واحيانا بيبقى مديني رينج من يونت ليفت اكستندبل اللي هي اقدر ازود خليه من الناحيه الشمال. والخيار الثالث او الاختيار الاوبشن الثالث اللي هو تبقى ار ام يو نون اكستندبل زي اللي موجوده دي، ما اقدرش ازود فيها خليه من على اليمين او من الشمال، وده طبعا زي ما قلنا بناء على طلبات العميل. بس هو بيديني سمحيه في الثلاث انواع دول، ان ممكن اقدر ازود خليه ناحيه اليمين او خليه في ناحيه الشمال، او ان ما ازودش خالص، وطبعا كل حاجه ليها سعرها. نيجي عندنا للانديكيتورز اللي موجوده على الخلايا اللي عندي من فوق. ده جهاز الفي بي اي اس اللي هو فولتج بريسنس انديكيتور، ده عشان يبين لي ان في جهد على اطراف الكابلات. لو شفنا هنا هنلاقيها منوره، معنى كده ان في كهرباء او جهد ال 22 كيلو موجود على اطراف الكابلات، متوصل عن طريق كاباستور ديفايدر راكب جوه البوشنج اللي هي جوه الخليه، وبيديني حوالي 100 او 110 فولت عشان يشغل لي لمبات البيان دي. بعد كده عندنا البروتكشن ريلي ده، وده طبعا متصل بمجموعه في تي وسي تي اللي هي فولتج ترانسفورمر وكرنت ترانسفورمرز، بياخد منهم القياسات والميجرمنت زي الفولت والتيار والباور، وكمان عشان يحميني المحول من الاوفر كارنت والشورت سيركت والايرث فولت. بعد كده عندي الجهاز ده اللي هو الفولت كارنت انديكيتور، نوعه فلير 22 دي، وده بيبين قيمه التيارات الفولت اللي موجوده. وعندي لو شفنا الانديكيتور ده بيبين لي الاس اف 6 دينستي عشان يبين لي كثافه غاز الاف 6 الاس اف 6. البار النحاس اللي فوق دي باره الايرثنج اللي متوصل عليها كابل الايرثنج اهو زي ما انتم شايفين. واخر حاجه ده دراع التعشيق، ده اللي بستخدمه عشان اوصل بيه اللود بريك سويتش او افصله، والايرثنج سويتش هو ثابت لكله، يعني ده بستخدمه في خليه واحد وخليه اثنين وخليه ثلاثه. ده كده كان باختصاره بشكل سريع شويه معلومات عن الرينج من يونت ار ام 6 شنايدر. انتظرونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.